السلام عليكم، أهلا بكم بورشة العمل الخاصة بمايكروسوفت سوي. مايكروسوفت سوي هي باكيج تجي مع مايكروسوفت أوفيس 365، وأيضا مايكروسوفت أوفيس أعطتنا متاحية أن ندخل على أوفيس أونلاين مجانا. هذا الشيء مو full specification، لكن في شيء لطيف جدا. المايكروسوفت سوي ببساطة أي واحد يعرفكم إياه، هو عبارة عن شرائح presentation ممكن تكون أونلاين، لكن الموضوع يتعدى هذا الشيء. اللي يسمع هذا الشيء لأول مرة يقول سوات، لكن الحقيقة مثل ما يقولون the devil is in the details، الشيطان في التفاصيل. لو نشوف إحنا شون بإمكاننا أن نبحر مع سوي حتى نقدر نروح الصفحة مالته، يا أما نكتب www.sway.office.com أو نروح على www.office.com. Enter، طلع لي هاي الصفحة. هنا أنا المفروض يكون عندي حساب مع مايكروسوفت حتى أقدر أسوي sign in. إذا ما عندي حساب أروح هنا create واحد حساب، يعني مثل ما أفتح أي حساب جديد لأي social media نفس الشيء. كمان أفتح حساب فيسبوك أو تويتر نفس الطريقة، راح يرسل لي لينك إلى الإيميل اللي أختاره أنا، ما أكون مجبر بإيميل محدد. هنا أنا أكتب إيميلي، بعد هذا ندخل الباسورد وندخل إلى المايكروسوفت أوفيس. هنا أنا نلاحظ أنه أكو مجموعة من البرامج الأونلاين، الوورد، الإكسل، باوربوينت، ومجموعة كبيرة من الأبليكيشن اللي متاحة مجانا، حالة حال الباكيجات اللي تيجي مع شركة جوجل اللي هي جوجل دوكس وجوجل درايف وجوجل شيتس. عند أريد أروح على مايكروسوفت سوي، أما أروح على أول أبس أو أروح على هاي التسع نقاط. هنا أنا أقول All Apps، هذا هو إستوي، أضغط عليه راح أطلع أدخل بصفحة جديدة. من خلال هاي الصفحة عندي ثلاث خيارات، يا أما Start from a Document أو Start a Topic from a Topic أو Create a New. نشوف واحدة واحدة من عندهن. نروح على Start from a Document، بإمكاني من خلال هاي أن أرفع Document أو PowerPoint أونلاين، يعني في شرائح أني أصلاً محضرها ومسويها، أخليه هو يحول ليها على شكل شرائح سوي. أروح على فولدر عندي بالديسكتوب اسمه ماي سوي ب presentation عن الكلاس روم في وقتها عملتها مع زميلتي دكتورة هند. لو ننتظر التحميل نشوف شلون نتحول هاي الشرائح. الدحش عن الشرائح يعني بحدود 41 شريحة، في ذلك راح يكون التحميل يحتاج لوقت. الحلو بالموضوع أنه هذا المايكروسوفت سوي بإمكان أن أنشر هذا السوي من خلال رابط، يعني أنا بدل ما أروح أنطي برزنتيشن حجم مثلا 50 ميجا أو 25 ميجا، مجرد أن أحط رابط وكل شخص بإمكانه أن يشوف هذا الرابط. يعني مثلا طلبتي أساتذتي أنا شنو أحتاج أسوي برزنتيشن عن ورشة عمل مثلا، هنا أنا خلص التحميل أضغط على play حتى أشوف البرزنتيشن مالتي شلون يظهر. أضغط على play، البرزنتيشن يظهر بهذا الشكل. أول شيء ينطيني عنوان وكتب لي اسمه classroom، هذا اسم الفايل الملف مالتي classroom، ودي يشوفني الشرائح مالتي. اي واحدة من ذني اضغط عليها راح تطلع لي ماكسمايز. بامكاني ان افوت واعدل على ذني، يعني انا اضغط edit، بامكاني ان نانا مثلا بدل ان يكون عنوان الموضوع مالتي classroom اسوي google classroom، واقدر الفونت هذا مثلا يعجبني ان يكون italic، يكون بولد، نلاحظ من النفذ كبر حجمه.
شوفوا أيضا إمكانية أخرى، أروح على هاي الخيار اللي هو يشبه البرغي أو السيتنج، خاص بالسيتنج، أقدر أخلي الشرائح تعرض بشكل أفقي، يعني أنا شو أعرضها بهاي الطريقة. طريقة ثانية، ألاحظ أنه من دا أحرك أوتوماتيكيا تطلع لي effects جاية أصلا by default. ما عجبني هذا الديزاين، بإمكاني أن أروح edit وأختار design وأختار style، وعندي هنا مجموعة من الإفكتس اللي تيجي كاملة مع الديزاين كامل. مثلا عجبني أن أختار هذا الديزاين، وشوفوا حتى الفون تتغير، حتى الإفكتس كلها راح تتغير. لو أشوف شلون راح يشتغل هذا، شوفوا الشكل كله يختلف، راح يصير من أحرك الإفكتس أيضا قاعد تتغير عندي، يعني كأنما ثيم كامل كله يتغير. هاي أول طريقة تحكينا عنها. عندنا نرجع باك، نروح على سوي حتى نرجع للصفحة الرئيسية. عندنا start from a topic. start from a topic، أنا أختار فد موضوع حط ببالي أريد أسوي عنه تقرير. فمثلا أنا أريد تقرير يجيني عن أوفيس 365، لازم اجمع معلومات عنه، اسوي فد برزنتيشن بسيط يساعدني انه اكون فكره عنه او اشرح عنه. طبعا الباوربوينت يفترض من واحد يسوي باوربوينت ما يخلي باوربوينت يحتوي على معلومات تفاصيل كلش كبيره، مجرد يحط هيدلاينز، الهيدلاينز بيها مجموعه من النقاط، والشرح يكون هو اللي قدم البرزنتيشن يقوم بالشرح، مو يخلي المتلقي يكون ما يعرف شو يسوي، يعني يبقى هل هو ينتبه على الكلام اللي ينعرض على البرزنتيشن ام على كلام المتحدث. هنا وبعد انتظرت كتبت اوفيس 365، راح هو راسا سوالي برزنتيشن جاهزه عن اوفيس 365. مين جاب هاي المعلومات؟ جابها من الويكيبيديا. الويكيبيديا لو هسه نروح على مثلا صفحه الرسميه لكليتنا في وقتها بعام 2009، تكلفت بعمل الصفحة الرسمية لكليتنا الويكيبيديا الإنجليزية، مو العربي، الإنجليزية. في وقتها سويت هاي الصفحة، وكنت أعتقد أن الويكيبيديا فشي يعني ما بي حقوق نشر، وفشي يعني أي واحد يجي يعدل بالمعلومات وسهلة، لكن الحقيقة طلع الموضوع أكثر تعقيد مما توقعت. وحتى هاي اللوجو من حطيتها، و من جيت حطيت اللوكيشن اللوكيشن الخاص لكلية العلوم، وسويت جداول، وكل هذا حطيت يعني بحدود ما يقارب 20 صورة، كل الصور مسحت، لأنه كان يفترض كل صورة إلها مايتها المصدر، مصدر الصورة مين أخذ، لازم مصادر، يعني كأنما إذا سوي بحث ولازم مصادر موثوقة يلا تعتمد. اللي أرد أقوله أنه إحنا من خلال سوي، عفوا مو هاي الصفحة، احنا قبل شوية كنا مع هذه المعلومات دي جبنيها من ويكيبيديا. ويكيبيديا معلوماتها مو معلومات خجولة، وانما معلومات معتمدة عالميا، واللي سوى هذا الموقع يعني شخص قدر ان يحاول ان يخلي معلومات متاحة للجميع، فخطوة يعني لو تقرون حياة الانسان اللي سوى الويكيبيديا، انسان مجاهد حاول انه يمشي عكس التيار. اللي يهمني انه نشوف هاي البرزنتيشن اللي سوى ليها على شكل شرايح شلون راح تنعرف. بس شنو انتبه انه بعد العنوان اول شيء سوى قال لي ترى this is why start using auto generated content، يعني ترى احنا سويناها، اذا انت تريد تمسحها بالنسبه لك تعرضها للطلاب، تعرضها لمجموعه من الاشخاص بحضور يعني مثلا ورشه عمل، تمسح هذا و راح تشوف مالتك الشرائح شلون راح تكون. تضغط على بلاي، هسه
تشوفون أو هنا عنوان وهنا تفاصيل، هنا كل ساعة عنوان، ويعني شفت شيء مرتب حقيقة الشرائح. يعني إذا أريد أعرف شنو أوفيس 365، شفت العنوان بينطيني هيستوري بعده، بعدين بينطيني فيتشرز وسكيورتي مالته شنو، بلانز، يعني فشي حقيقة مرتب جدا، والموقع الرسمي مالته. وبالنهاية يقول لي احنا ننشر هاي المعلومات من خلال شرائح سوي او مايكروسوفت سوي. العفو، نقدر شو نسوي؟ هذا التكست اني بسوي برزنتيشن، اني ما اكون مجبر نفسي استعمله، اقدر اروح اغير عليه، اريد اضيف له معلومات اكثر ثراء، اريد اكبر هذا، اسوي بولد، اسوي ايتاليك، شوف الشكل شلون تغير. تشوفون ايضا عندي امكانيه انه اروح اغير حتى الديزاين، ضغط على الديزاين واروح على ستايل واختار ديزاين اخر، ديزاين مثلا هذا اللي يعجبني، انفذ. شوفوا الديزاين صار كل هدر او تايتل صار اسود. وايضا بالامكان ان اغير طريقة عرض الشرائح، اسويها مثلا بدل الافقي عمودي، واذا اشوف الافكتس ايضا وياها، يعني الافكتس من اول ما تطلع الصفحة رأسا اتحرك شان تطلع بيها افكتس. وحسب ما انا اختار، كل ما اختار شكل مختلف الافكتس راح تكون مختلفة مالته، حتى نوع الفونت يكون مختلف. مثلا هذا ايضا ينطيني امكانية ان اغير بالشكل ما شرح. وما انسى انه بامكاني ان اخليه افقي او عمودي. طبعا الحلو بالمايكروسوفت سوي، اذا حطيته بالموبايل لينك تحته ايضا راح اشوفه بطريقة مقروءة وسهلة وواضحة جدا. زين، نرجع للصفحة الرئيسية. أنا حقيقة سابقاً يعني شفت مجموعة من المواضيع وبحثت عن مثلاً Python Programming Language، هاي لغة برمجة أحبها هواية. أيضاً رحت سويت بحث وأيضاً سواليها Generated، يعني جاهز، هذا أقدر أيضاً الشريحة هاي أمسحها وطلع ليها بهذا الشكل. وأقدر أيضاً أقدر أغير طريقة الديزاين مالته، كله يتغير، الشرائح كلها تغير. يعني اختاريت مجموعة من المواضيع، مثلا مايكروسوفت ايضا بحثت عن هالموضوع، شفتهم رأسا جاب لي معلومات ورتب ليها بشكل جميل جدا، وحتى هنا جريد مجموعة من الصور، فشي يسهل هواية على الباحث، على اللي يريد يقدم فد ورشة عمل، فد محاضرة، يجمع معلومات، تقرير عن شيء معين، فشي مرتب، يعطيني هيدرز و قسمة تايتلز، وفشي كلش يعني كلش لطيف. ايضا لو ننزل لي جوا بنفس الصفحة الرئيسية نشوف اكو اصلا هي مجموعة من القوالب الجاهزة، start from a template، هنا مثلا how to sway، شرح كامل لمايكروسوفت سوي على شكل سويز، يعني هاي الصفحة الرئيسية للسوي. وهنا نشوف يعني عناوين وداخلها ايضا تفاصيل شلون اسوي سوي. وهنا بدي احكي عن السيتنج، يعني الخيارات اللي عندي اغيرها بالعرض، وفتشي لطيف جدا. هسه هذا اقلب بسوي، تشوفون العرض فتشي يعني روعه. هذا كله فقط اقدر اشيره من خلال رابط، اروح على شير كانما بدي استعمل فورم، جوجل فورم اذا تتذكروه، بس اروح على جيت، عفوا كوبي، هاي كوبي، بس هذا كوبي اللينك ادز لاي شخص راح يشوفه اونلاين، طبعا يحتاج انترنت بس هذا الشيء المهم. واكو جيت فيجوال لينك، هذا ممكن ان اسوي له كوبي اضيفه من خلال ميل مسج، وايضا اقدر اشيره خلال فيسبوك وتويتر ولينكدين. واني اريد اسوي تقرير معين عجبني هذا الديزاين، انا عندي فد موضوع اخر، خذيت فكره عجبتني هاي الافكار، اروح على باك، احنا شير وصلنا،
نرجع للسويس. هذا القالب، هذا نثبتي، هذا نروح على قالب آخر مثلا هذا القالب، start edit this is way. أنا منطيني إمكانية أنه هذا القالب عجبني أن أستثمر الأفكار الموجودة بي وأقدر أغير بي أي نفسي، أغير بنفسي، يعني أشوف الأفكار الموجودة شنو الأفكار الموجودة، حتى ينطي يعني ممكن يساعد واحد أن ينطي أفكار، أغير الموضوع، أختار موضوع، أغير الصور، شنو أنا دا أسوي، أشوف أفكار هاي عجبتني طريقة العرض هذه أروح أغير بيها. آخر شيء create new. بcreate new أضيف صورة وأختار فد موضوع أنا أحتاج أسويه. أنا حقيقة حبيت أشوفكم my lectures، ومثلاً أضيف صورة من الحاسبة، يا أما أجيبها من وين درايف أو هذا من خلال السيرش الخاص بing.com أو من خلال my device. مثلاً أضيف صورة my lectures وأضغط plus وأختار مثلاً نانا أحط لينك لماتي lectures، بس أضغط على لينك about me. مثلا هذا اللينك استعمله، لو ننفذ نشوف لحد الآن ايش صار. هنا أظهر لي الصورة وأظهر لي الرابط، أضغط عليه يفتح لي الصفحة مالتي الرسمية. اللي يهمني انه نشوف هاي الصورة هنا، اذا اشوفها حجم كبير اقدر اتحكم اذا ما كانت هدر. ايضا عندي الصور لازم واحد ينتبه كل صورة يحطها يجربها زين، لانه احجام الصور ما عندي امكانية انه اتحكم بحجم معين، وانما كل صورة اخليها اشوف ابعادها شلونها، هل هي رهمة او لا، ما عجبتني اي شيء ما عجبني اروح على اضغط، و بإمكان أن أمسح صورة معينة ما عجبتني، أضيف معلومات أخرى، مثلاً أنا أريد أضيف أبلود لمحاضراتي، مثلاً عفواً مو من الحاسبة، مثلاً من الإنترنت، أروح أختار من اليوتيوب، مثلاً محاضراتي، أدور عن اسمي بالإنترنت. وأضيف محاضرة عن مايكروسوفت اكسل اونلاين والجوجل شيتس، هاي مثلا محاضرتي الاولى، احط كابشن لها مثلا ستارتر ليكتشر. وايضا اشوف الديتيلز، الديتيلز مال هذا اليوتيوب حط لي اللي جوا، كاتب لي الان هذا عنوان المحاضرة اللي هي كانت موجودة بالانترنت، اونلاين فري مايكروسوفت Office and Google Sheets. أقدر أسوي هذا كوبي وأضيف هدر عنوان للمحاضرة heading، وأضيف هنا Control V أسوي Bold هذا، أو أسوي شيء يعني Select بعدين Bold و Italic. وهسه نلاحظ إيش راح يصير My Lectures، أنا منطقيا هذا يكون أصغر أفضل. وهنا هاي شكل المحاضرة، هنا نقدر نتحكم بالديزاين، مثلا هذا احنا نريده ما يكون بهذا الحجم، هذا كنترول سي هذا نمسحها مثلا، من نضيف هنا بدل نضيف هيدنج نضيف تكست، وهذا التكست كنترول في، هنا هذا اللينك مالته ما موجود،
نضيف اللينك، نريد هذا يكون حجمه بولد اكس، يصير بحيث كبير، اكبره بهذه الطريقه. زين نفذ نشوف شلون حيصير. شوف هذا صار شكله مختلف، هذا العنوان الرئيسي. ما عجبني هذا الديزاين اقدر اغيره، اروح الديزاين ستايل واختار مثلا هذا الستايل، ونلاحظ شلون يصير. هاي المحاضرة الأولى عنوانها لي فوق، وهذه المحاضرة وكاتب ستارتر ليكتشر. أريد أضيف إديت، أسوي أضيف محاضرة بعدها، أروح على ستوري لاين وأروح هنا. طبعا أقدر أيضا أضيف ديتيلز، إحنا سميناها ديتيلز ستارتر ليكتشر. نقدر أيضا نضيف محاضرة أخرى، نضيف فيديو، فاختار ميديا واختار فيديو، وهنا عندي يوتيوب بس انظهر، وانا كاتب سيف بشير اسمي. ابحث عن اسمي، اشوف المحاضرات الياهو، محاضرة تكون مفروض تكون أولى أو ثانية، أنا أرتبها مثلا هاي محاضرتي الأولى مع الكورس الثاني، أنزلها أد، انضافت. عنوان المحاضرة مثلا introduction، أقدر أيضا أخلي هذا emphasize و accent مجال يكون مايل وكبير. المحاضرة هذه الفيديوية أقدر أخليها بحجم معين، أكبر أو فول سكرين، يعني نسوي نفذ نشوف المحاضرة الأولى كانت حجمها عادي، المحاضرة الثانية أكبر، لأنه يعني خليت خيار، لو ننتبه مرة ثانية هنا الخيار الثاني تكون شوية أكبر، الثالث بعد أكبر، أما هذا الخيار هو الأصغر، يعني نسوي نفذ باوع نشوف شون صارت وحدة بصف الثانية. إدت ليه ما حطنا لها أيضا تايتل، نريد نحط تايتل هاي المحاضرة، نضيف هنا بلاس ونضيف هيدينج، ونقدر نجيب التايتل من عنوان المحاضرة الأصلي. نروح هنا ديتيلز، يعني هو على اليوتيوب محفوظ المحاضرة، هاي هنا introduction to excel و control c، وأرجع هنا control v يعني copy paste، وأيضا اختار emphasize accent من أجل يكون bold و italic. وهنا مثلا نقدر صح هذا، شوف شلون راح يصير شكل، او نقول لك شروان. زين نفذ، ننتظر تنفيذ. هنا صار عنوان، وبعد الرابط الاول للفيديو، بعدين عنوان، الرابط الثاني للفيديو الثاني لكتشر 1، ذيك كانت ستارتر لكتشر. اذا اريد اغير بالاحجام مال الفيديوهات اتفقنا هاي نسويها هيك، وايضا هذه نسويها هيك، وننفذ ونشوف شلون راح يصير العرض. العرض صار بهاي الطريقة، introduction to excel. الفكرة انه اني اقدر ارتب محاضراتي اونلاين، طلابي انا انزل بالكلاس روم مجموعة من الروابط ما يراجعوها في وقتها، اقدر ارتب لهم اياها بشكل بنهاية الكورس، او محاضرة بعد محاضرة انزل سلايد جديد. الحد الاعلى للسلايدات اللي ممكن احطها كفيديوهات هن 10. لو اشوفكم المحصلة النهائية اللي في وقتها سويتها هذه، لو انا حطيت ايضا بامكاني اضيف شو انا كاتب لي فوق، ترى انت حاط ماكسمايز من اليوتيوب او من الفيديوهات، نضيف صورة ايضا، انا من اقول بلس، بامكاني اضيف ايمج، اضيف ابلود من الحاسبة، اضيف جريد مجموعة من الجروب من الصور، اكو جريد ينطيني خيارات. حقيقة المحاضرة يعني ما اريد نطول عليكم بعد اكثر، بس اشوفكم شنو الامكانية، اقدر اسوي هنا محاضراتي مثلا كلها نزلتها للطلبة بشكل مرتب في رابط واحد اونلاين. والفكرة الحلوة انه ممكن الطالب من الموبايل يشوف ترتيب المحاضرات موجودة بشكل لطيف وسلس، يقلبها ويعرف شلون تسلسل المحاضرات بالكامل. أتمنى أنه من خلال التعليقات أجاوب على استفساراتكم حول المحاضرة، وراح أكون وياكم بعد نص ساعة، وأنزل إن شاء الله رابط لقائمة الحضور.
تحياتي للجميع وشكرا لإصغائكم.